الله والله يا جماعه اللايف ده مفاجئ مفاجئ وانا بتاع المفاجآت كلها. يا جماعه عاملين ايه؟ السلام عليكم. ايوه لايكس بقى لايكس لايكس كتير كده عشان التفاعل يزيد. عاملين ايه؟ كومنت ويل ابير. مصطفى البشير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه؟ 444. هنتكلم بعد الالف ان شاء الله كله يجمع كله يجي. اهلا وسهلا بالجميع. ابا كبار اندونيسيا ابا كبار 731. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تعال يا محمد تعال يلا مصطفى تعال. زين والله انت اللي محترم يا زين ربنا يكرمك. مريم والله الحمد لله دلوقتي بخير كويس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باكستان 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 فيلبينز اهلا وسهلا. واتشينج فروم فيلبينز اهلا وسهلا. يو ار ويلكم. المستشار محمد اهلا يا سعاده المستشار وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جماعه انا عارف ان الجو حر واحنا كلنا قاعدين قاعدين في بيوتنا فقلت يعني الواحد يطلع كده يدردش معاكم شويه او يتكلم ممكن ننشد اي حاجه بسيطه كده بمناسبه ان احنا النهارده يوم الجمعه. واقول لكم كمان ابديتس جديده ان شاء الله الفيديوهات هتنزل قريب وعايز اكون قريب منكم الفتره اللي جايه لان انا عارف ان انا كنت مقصر الفترة اللي فاتت دي كلها. بس والله كأنا شاب زي أي شاب في العالم موضوع الجواز موضوع الجواز وما قبل الجواز بيبقى موضوع صعب جدا ووقت كبير جدا فربنا يعيننا جميعا. الله يسلمكم. شايفين الطاقية دي؟ إيه رأيكم فيها؟ حلوة ولا عاملين إيه؟ قولولي يا جماعة. معايا بقى اخويا محمد يوسف. طبعا يا جماعه انتوا عارفينه طبعا طقم كاوبويز. ايوه كاوبويز كده قلنا نطلع نصبح عليكم. يا جماعه والله احنا بنحبكم كتير. شكرا شكرا على اللايكس والشير والكلام الحلو. الله يسلمك يا محمد ربنا يكرمك يا رب. كمنحب نوجه رسالة للمغاربة وإخوتي وخوة خوة من الجزائر وخوة كنحبكم بزاف بزاف. نحب لبنان ونحب ونعشقكم بزاف كنحماق عليكم. أهلا وسهلا. طبعا بمناسبة موضوع العملية العملية كانت يعني صعبة بزاف يا جماعة. العملية كانت فجأة جات لي فجأة ما شايف في ناس كتيرة بتقول لي انت بتهزر انت كنت الحمد لله انا في صحة جيدة دلوقتي عمري ما تمنيت ان انا اتكلم عن ان انا تعبان وما كنتش تعبان او كلام من ده. حدش يتمنى الكلام ده خالص. ربنا يشفينا جميعا. ومرض الفجأة صعب جدا. ام لقمان اهلا وسهلا. انتظروا يا جماعة بإذن الله بإذن الله فيديو يوم الجمعة الجاية ان شاء الله. هيبقى فيديو عن أنشودة معظمنا هيكون عارفها إن شاء الله بس حاجة تراثية مصرية. وهكون معاكم قبلها أول بأول عشان نقول لكم التفاصيل. تحبوا تسمعوا إيه قبل ما ننهي اللايف الجميل دوت؟ تسمعوا يا جماعة عايزين نقول مين التاني برضو مين الأولاني و... تعالوا نقول مين الأول. Please like and share and comment and comment comment. مولاي صلي وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه قلبي المتيم كلما كلما صلى عليك وسلم لاقى السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة قمر الله الله قمر قمر سيدنا النبي قمر الله الله وجميل 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 سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته اتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله يا رسول السلام الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا جماعة اللي لسه ما سمعش الفيديو بتاعي الجديد اللي موجود على اليوتيوب اني احب محمدا اتمنى تدخلوا تشوفوها وتكتبوا لي كومنت كده احنا متابعينك من الفيسبوك انتم احلى دعم واحلى اخوات اتمنى كلكم تتفرجوا عليها مهم جدا ان هو يكون عاجبكم اصلا من البداية ومهم جدا دعمكم ليا لان الريتش بقى قليل قوي كله بقى في النازل كده شوية اتمنى يعني كله يتفاعل حدش يا جماعة يزعلني أتمنى محدش يزعلني إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا إني أحب محمدا والله خير يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد في قلب كل موحد ذاق المقام الأحمد تابعوا الباقي على قناة اليوتيوب بس حبينا كده نصبح عليكم ونمس عليكم ونقول لكم بس يعني ايه السلام عليكم بس مش اكتر من كده والجمعة مباركة
ان شاء الله يا جماعه باذن الله لو 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 التفاعل عجبني وكلكم طلبتوا مني ان انا اعمل لايف كل جمعه، ان شاء الله هعمل لكم لايف كل جمعه ان شاء الله، ونطلع ننشد مع بعض ونقضي حتى لو نص ساعه بس، تمام؟ ونثبته، هنثبته يكون ثابت كل جمعه. نثبته، نختار الساعه المناسبه ليكم ونعملها كل جمعه ان شاء الله، نطلع ندردش مع بعض، نتكلم مع بعض. انا حابب كده وان شاء الله تكونوا حابين. يلا في امان الله، السلام عليكم. يلا محمد ودع. السلام عليكم. يلا يا جماعه مع السلامه. مع السلامه. يبص في حاجه كنت مخبيها جوه وقعت، يعني كده كده هتوقع. كده كده وقعت او اتفضحت، مش عارف كده عامل زي الصهاينه، مش عارف يا جماعه ده كوبوي ايه، مش صهيوني يعني. طب نقول لهم ميدلي بتاع بتاع ايه، بتاع فلسطين. على عهدي على ديني على ارض تلاقيني، انا لاهلي انا بديهم، انا دم فلسطيني فلسطيني فلسطيني، انا دم فلسطيني. موطني موطني الجمال والجلال والسناء والبهاء في ربا في ربا في ربا، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. السلام عليكم. السلام. مع السلامة. صلوا عليه.